ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس، اهلا بيكم لو انتوا اول مره تشوفوني، اهلا بيكم برضه لو انتوا دايما بتشوفوني. في الفيديو ده هنتكلم عن تفتيح منطقه الاندر ارم، ازاي نشيل الشعر يعني بشكل صح وبادوات صح، ونحافظ على المنطقه دي من الالتهابات والاسمرار، ولو عندنا بالفعل غمقان نفتحه. فلو انتوا مهتمين شوفوا الفيديو للاخر، يلا بينا نبتدي. خلينا نتكلم على اول حاجه، وهي ازاي هنشيل الشعر من المنطقه دي. في اليوم اللي هنعمل فيه ازاله للشعر في المكان ده، محتاجين نعمل روتين بسيط جدا جدا، وهو اول حاجه ان احنا عايزين نخلي الوسيله اللي هنستخدم بيها ازاله الشعر مناسبه لينا احنا شخصيا. مش لازم تبقي سمعتي من الناس بتقول هي دي المناسبه ليها فتروحي مستخدمه زينا بالظبط. خليني اقولك ان المنطقه دي شويه هي من الاماكن الكويسه اللي ممكن تعرفي تستخدمي اكتر من حاجه تشيلي بيها الشعر. يعني لو استخدمتي ليزر هيبقى كويس، لو استخدمتي السويت هيبقى حلو وممتاز جدا. يعني المنطقه دي من المناطق القليله اللي ممكن اقولك فيها استخدمي السويت، مش هتبقى مؤذيه قوي. ممكن تستخدمي فيها العجينه البيضاء، ممكن كمان تستخدمي فيها الشيفنج. طب تختاري انهي وسيله ازاله شعر؟ انا كنت عامله لكم فيديو كامل بتكلم فيه عن كل وسائل ازاله الشعر، اختاري الوسيله المناسبه ليكي واستخدميها. بس انا هتكلم النهارده مثلا عن الشيفنج، وهتكلم في العموم ايا كان ايه الوسيله اللي هتستخدميها اتبعي نفس الطرق بالظبط. خلينا نبدا بقى. لو احنا خلاص اخترنا وسيله ازاله الشعر وهنبتدي ان احنا نطبق، هنعمل ايه؟ مبدئيا كده احنا محتاجين نكون منظفين المنطقة دي كويس جدا جدا جدا، عشان ما ينفعش يكون فيها اي بواقي ديودرنت او مرطب، او لو عندنا قابلية ان يطلع الشعر تحت الجلد وكنا حاطين اي مواد في المنطقة دي لازم تتنظف كويس قوي. فبغسلها بالشاور جل بتاعنا، وكل مكان الغسول بتاعنا او المكان يعني المكان ده غسلنا بحاجة فيها مواد اصلا للتفتيح هيكون كويس قوي. هنا ممكن ارشح لكم الغسول بتاع ستورفيل، كويس جدا جدا. هو معمول للوش ومعمول للجسم كمان، من الحاجات اللطيفه قوي اللي ممكن تستخدموها للمنطقه دي، لانه في ماده الالفا اربوتين، وكمان موجود في العرق سوس، فهيكون كويس قوي للمنطقه دي. بعد ما بننظف المنطقه دي كويس قوي، محتاجين نعمل سكراب. حاولي بس تختاري يعني درجة خشونة السكراب على قد انت بتبدأي تعملي سكراب كام مرة في الأسبوع. يعني لو انت بتعملي سكراب مرة واحدة بس في الأسبوع، حاولي تختاري السكراب بتاعك يكون الغالب فيه الحبيبات أكتر من الكريم. ولو انت بتستخدمي السكراب أكتر من مرة في الأسبوع، خلي السكراب بتاعك نسبة الكريم فيه غالبة عن نسبة الحبوب. وأنا كنت عاملكوا فيديو كامل بتكلم فيه على كل أنواع السكرابات، حسب لكم الفيديو ده. دلوقتي خلاص نظفنا المنطقة دي كويس جدا، واخترنا وسيلة ازالة الشعر، وعملنا السكراب بتاعنا. لو انتي بتستخدمي الشيفنج وانتي تحت المية كده، لازم تحطي مادة تساعدك في ازالة الشعر. فممكن تستخدمي ايه؟ مبدئيا ممكن تستخدمي الكونديشنر بتاعك عادي جدا، البلسم مفيش ادنى مشكلة. ممكن كمان تستخدمي اي جل حلاقة برضو مش هتفرق، وممكن تستخدمي فوم الحلاقة. انا عن نفسي كأزيس بميل للفوم بتاع الحلاقة، وبستخدم كمان الكونديشنر. اي نوع بلسم عندك مش بتحبيه استخدميه. وممكن كمان تستخدمي فوم الحلاقه بتاع ايفا التحفه، اللي هو مان لوك تقريبا، هسيب لكم صورته، من الحاجات الممتازه قوي اللي ممكن تستخدميها، وحته صغيره منه بترغي كويس جدا. وبعد ما تبداي تحطي الجل ده على يعني منطقه الاندر ارم، استني بس حوالي دقيقه يكون الشعر خلاص تمام والدنيا بقت تمام والمسام متفتحه وكل حاجه كويسه، وبعد كده هنبدا نشيل الشعر. الخطوه بتاعه الجل دي او الفوم او ايا كان دي للناس اللي بتعمل شيفنج. لو انت مش بتعملي شيفنج وهتستخدمي اي وسيله تانية، اتاكدي ان المنطقه بتاعه الاندر ارم تكون ناشفه خالص ومفيش اي حاجه خالص محطوطه. الفرق بس ان الناس اللي بتعمل شيفنج هتبقى تحت الميه. هنشيل بقى ازاي؟ ايا كان ايه نوع الوسيله اللي بتستخدميها، هنشيل ناحيه اتجاه الشعر. خلي بالكوا ان الاندر ارم الشعر فيه مقسوم شويه متجه لفوق، الجزء اللي من هنا بيبقى متجه لفوق، وتحت الشعر بيبقى متجه لتحت. فركزي وانت بتشيلي الشعر، هنخلص الجزء اللي فوق ونشيله، وبعد كده الجزء اللي تحت ونشيله، وبرده يعني مثلا ادي الجزء اللي فوق هشيله كده، والجزء اللي تحت هشيله كده، وبعد كده مره اخيره هعيد عليهم بعكس اتجاه الشعره. ليه؟ لان بعد ما بعمل بعكس اتجاه الشعره في الاخر خالص، ده بيساعد ان هو يشيل ادق الشعيرات اللي بتبقى فاضله، فبيخلي الحلاقه بتاعتي انعم بكتير
ومدتها اطول بكتير فهتبقى كويسة جدا معاكي. طبعا الناس اللي بتعمل شيفينج شعر بيطلع اسرع، لو انت بتستخدمي اي وسيلة تانية ده هيكون احسن. خلاص طلعنا من الشاور وعايزين بقى نبدأ نعتني بالمنطقة دي، هبتدي ان انا اجفف المنطقة دي كويس جدا جدا، وبعد كده هختار الكريم المرطب بتاعي. ممكن تستخدمي كريم مرطب عادي جدا، وانا بفضل دايما رطبه بحاجة جل زي مثلا شانجل، او ممكن ترطبي باي كريم طبي عادي، بس انا بفضل في المنطقة دي الحاجات الجل اكتر، لان احنا في الصيف وفي الحر مش عايزين نبقى بنعرق كتير وبنخلي المنطقة دي يعني اللي هو بتفرز يعني اي حاجة زيادة عن اللزوم. فلما بستخدم حاجة جل ده بيكون ارق، فخليكوا في شانجل هيبقى كويس جدا. ومعنا بقى فكرة ان احنا نستخدم كريمات التفتيح وتبقى تشتغل اثنين في واحد، انها ترطب وتفتح في نفس الوقت. فاستخدمي اي كريم تفتيح انت عايزاه، اعمل لكم فيديو كامل على كريمات التفتيح. بس ممكن تستخدموا الكريم بتاع الترافيل لانه بيدي نسبة ترطيب وفي نفس الوقت نسبة من التفتيح، فبيكون كويس جدا جدا، وارشح لكم جدا ان انتوا تستخدموه. شويه بقى نصايح صغيره لما تيجي تختاري الديودرنت بتاعك. مبدئيا كده الديودرنت بتاعنا مش هنبدا ان احنا نحطه غير بعد مرور 24 ساعه من الحلاقه. اوعي ابدا ابدا تستخدميه وانت لسه عامله شيفنج على طول. ايه السبب؟ لان المسام بتبقى متفتحه قوي، فانت عندك عرضه كبيرة جدا ان انت مش بس تحمري وتلتهبي، لا تسمري كمان، خصوصا لو انت تستخدمي حاجة فيها عطور. وانا في اليوم اللي بعد الشيفينج على طول بفضل ان احنا نستخدم حاجة تكون كريم اكتر، لان الحاجات اللي هي بتبقى كريمي شوية زي مثلا بيزلاين ما بتبقاش بتخلينا معرضين للالتهاب قوي. لكن الحاجات اللي بتبقى زي المية كده اللي هي مثلا زي نيفيا وال، كنت عامل لكم فيديو كامل اصلا على فكرة الانواع الديودرنتس كلها، هبسمها لكم، بس بديكوا امثله عشان تبقوا فاهمين التكستشر اللي انا اقصدها. يعني عارفين حاجات زي نيفيا ودوف اللي هو الرول اون وايه تاني، والاي حاجه بتترش ابعدوا عن كل الحاجات دي لان كلها بيبقى فيها نسبه كحول وعطور اعلى. خليكوا في الحاجات الكريمي اكتر. ممكن تستخدموا بتاع ايفا ده ديودرنت كريم هيبقى كويس برضو، بس يعني يفضل دايما بعد مرور 24 ساعه. لو انت خلاص هتضطري قوي قوي يبقى يفضل تستخدمي حاجه القوام بتاعها زي ما اتفقنا كريم، عشان ما يخليش المنطقه دي تلتهب او تتحسس احتياط. بصي بنسبه كبيره مش هيحصل تفتيح من الديودرنت بتاعك، بس اهم حاجه ان الديودرنت بتاعنا ما يبقاش بيغمق. فهنا بتاكد وانا بختار الديودرنت بتاعي ان هو ما فيهوش نسبه عطور وكحول كتيره، لان ده اللي بيعمل المشكله دي. فحته ان انت تستني من ديودرنت يفتح موعدكيش، ولكن لو انت بترطبي صح وبتشيلي الشعر صح وتحطي كريم تفتيح والدنيا معاكي تمام، هتلاقي ان انت المنظر احلى. وعايزه اقولك لو انت بتعملي شيفنج ما تستنيش ان المنطقه تبقى ابيض يا ورد، روحي اعملي ليزر على طول او شيلي الشعر من الجذور، لان انت لو اعتمدتي ان انت هتعملي شيفنج وتلاقي الشعر خلاص مفيش، لا هو نسبه الغمقان اللي تبقى موجوده بعد الشيفنج دي بتبقى الروتين جايب نتيجه معاكي وكل حاجه، بس الجدر بتاع الشعرايه هو اللي مدي الظل ده، فخدوا بالكم من الحته دي. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس، ويعني اعمل لكم فيديو مجمع كده عن كل الاسئله اللي انتم محتاجينها. انا كنت قبل كده عامله لكم فيديو عن كل وسائل ازاله الشعر، شرحتها بالظبط، اتكلمت عن منطقه البكيني، ودلوقتي اتكلمنا عن المنطقه بتاعه الاندر ارم. قولوا لي عايزين نتكلم عن ايه تاني وهحاول ان انا ارد عليكم، وعارفه ان انتم مستنيين فيديو الليزر وهعمله باذن الله. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده، اشوفكم الفيديو اللي جاي.